دي كثير لعب لها ايضا هذا الفريق لديه من الخبره والتجربه. انطلق السريع والخطير تاتي مواقي محاوله المرور تمريره بينيه خطيره بالعمري سيدعلي باتجاه الخطير جدا ومويلي والتسديد مرت على تقول العب ما فيها شيء. ارتفع الريتم ارتفع الريتم وصلت الى بوعاليا تبعد الكروي مع مواقي مواقي يدور بالكره باتجاه ادم ارجم الى الجهه اليسرى ادم والمهارات بجانبه مواقي ماذا سيفعل ادم واحد على واحد يمر 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 يمر, يمر. الخطير ادم ارجم توغل ثنائيه مع دادي مواقي لبوعاليا مصوفه 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 خطيره مرت ضيعتها يا مصوفه صوفا واحدة من الكرات الرائعة تدرج كان سليم وحدة تل وسام قتاي أمامية مصوفا يستقبل بشكل رائع باتجاه بوعاليا مرة الخطير بوعاليا سريع وخطير بوعاليا يواصل الانطلاق تدخل من الخلف هذه صفرة ما فيها كلام بطاقة صفرة فعلا دفاعية حاضرة باكو إلى جهة اليمنى وصلت إلى قمرود هذه ستكون خطيرة لمسة موجودة ما فيها تسلل نبيل سعدو التوسيعة خطيرة أوه لا زالت صعبة فات فرصة خطيرة كانت للاتحاد الخنشلي فرص غائبة المحاولات موجودة لعبت قصيرة هذه صعبة للشبيبة خطير مرت شمس الدين الرحمن يرسل كرة طويلة أمامية بحثا عن كسيلة بوعاليا سيكون صراع كبير بين بوعاليا وكذلك قدور معمري على جهة اليسرى يتفوق قدور للحظات فقط تعود لكسيلة عادت للشبيبة ينطلق تأتي مواقي يحاول المرور مواقي توزيعة خطيرة داخل منطقة الجزاء فرصة للشبيبة القبائل والدفاع الخنشلي يخرج بالكرة بجل الله هشام العقبي ينقل الكرة إلى جهة اليمنى قمرود محاولة التوزيع قمرود محاولة المرور قمرود مرة أخرى مع العقبي العقبي التحضير إلى باكو هذه خطيرة هذه خطيرة هذه خطيرة ولكن التغطية الدفاعية رائعة من قبل قمرود تدخل موجود حكم المباراة يمنح البطاقة الصفراء في المنتصف مع آدم أرجم ستكون خطيرة هذه الكرة بانطلاقات آدم أرجم آدم أرجم تبادل كروي رائع آدم أرجم توغل فرصة خطيرة أوه ضاعت ضاعت الفرصة وضاعت الإمكانية صراع مع قدور قتال يغطي الكرة والتغطية موجودة في وسط الميدان خنشلية سيدعلي العمري يرسل الكرة أمامية هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء باتجاه باكو وقتال يعود ليبعد الكرة إلى ركلة ركنية الشبيبة الموسم الماضي مرور سليم وانطلاقة من قبل أدم أرجم تحدثنا عليه كرة لعناصر الشبيبة هذا مواقي دادي خطيرة مرت من قبل مواقي دادي الانطلاقة جاءت من قبل وانطلاقة لقدور على جهة اليسرى يحاول المرور قدور ضاعت من أمامه وتغطية دفاعية رائعة من عمري إشعادة لقدور هذه صعبة هذه صعبة هذه صعبة هذه صعبة ضربة جزاء ضربة جزاء لاتحاد خنشلة بعد توغل رائع من قدور معمري دفاع شبيبة القبائل وقع في المحظور وحكم المباراة يعلن عن ركلة جزاء لمصلحة اتحاد خنشلة بعد المرور هنا على الجهة اليسرى من قبل قدور معمري والتدخل كان حاضر من قبل عمري شعالي حكم المباراة أعلن عن وجود ركلة جزاء في اللقطة الماضية هل كان هناك ركلة جزاء هل كان هناك ركلة جزاء في هذه الكرة وهذه اللقطة لاتحاد خنشلة طبعا ها هي الكرة أمامكم واللقطة معادة وواضحة والحكم لحكم طبعا المباراة الرئيسي بتقديره يفعلها هل هي بألوان سوداء وبيضاء أو هي بألوان صفراء وخضراء هل سيكون التفوق لباكو أو لشمس الدين رحماني كلام آخر باكو ورحماني رحماني وباكو باكو يعلن عن التقدم يعلن عن الأسبقية يمنح التفوق في المباراة لاتحاد خنشلة بعد 54 دقيقة رحماني في جهة وباكو نفذ في الجهة المغايرة 1-0 السيناريو الأول لاتحاد خنشلة على ملعبه وأمام جماهيره يوقع أول أهداف المباراة التي سيرتفع منسوبها والتي سنستمتع
تستمتع بمتعتها بعد هذا الهدف، لأنه هدف من هنا ومن هناك سيعطي المباراة رونقا آخر في هذا اللقاء الرائع. لمعمر أحمد سيلعب على مستوى القائمة الثانية، دمرجم داخل منطقة الجزاء، فرصة وإمكانية، يقول لك قوم والعب ما فيها شيء، تحولت في هجمة معاكسة، يقودها باكو مباشرة إلى العقب خطيرة، العقب خطيرة، لكنه تأخر في الكرة الماضية التي كانت صعبة وخطيرة لعناصر اتحاد خنجلة. ونحن تحدث لم يأتوا للسياحة، هكذا هو الكناري أينما يحلق يبحث عن التسجيل، يبحث إلى العودة إلى أجواء المباراة، يبحث عن انتزاع نقاط اللقاء القادم الجديد. أيت عثمان يوقع التعادل ويرسم عودة الكناري إلى أجواء المباراة. من قدم الكرة معمري؟ من سدد عثماني؟ واحد مقابل واحد، الكناري يعود إلى أجواء المباراة. باكو يسجل لخنجلة، أيت عثمان يسجل لشبيبة القبائل، واحد مقابل واحد في مباراة كانت مميزة وكانت رائعة. تغيير بوزيدي أتى أكله الآن، هذه هي كرة القدم عندما تغير لاعبا وتمنحنا إياه في قمة الجولة الثالثة من عمر الرابطة المحترفة الأولى. قطعت الكرة للخطير آدم رجم، واحد على واحد، آدم خطير، يتوغل آدم، ضيعتها يا صابوني، محاولة مرور العرضية خطيرة، الكرة خرجت أم لا؟ لم تخرج، قال حكم المباراة غربال، وهي ركنية جديدة لاتحاد خنجلة المدعم طبعا من جماهيره. هنا تردد، هنا تردد، هنا تردد بين المرور وبين تمرير للزميل، اختار المرور في اللقطة الماضية ولكنه لم يمر وتحولت إلى ركلة مرمى. هذه ركنية لاتحاد خنجلة، أرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، لا زالت التسديدة قوية، ركلة جزاء للمرة الثانية، للمرة الثانية يعلن حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة الاتحاد الخنجلي. بحثوا عنها، بحثوا عنها، بحثوا عنها، هنا التسديدة، هنا 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 هنا، سنحاول إعادة اللقطة من جديد. تحركت اليد هنا ولكن هذه اصطدمت باليد، سنتابع وسنشاهد التسديدة هنا وحكم المباراة. يفكر العقبي بين نفسه ويقول إن سجلنا هنا ستسهل المأمورية أكثر، سنقترب من النقاط الثلاث، يقول في قرارة نفسه شمس الدين الرحماني، إن أنقذت فريقي هنا فسأكون سيد الموقف وسأكون ربما الرجل الذي كان له فضل كبير في هذه المباراة، وسيلعب فريقي على التعادل للفوز. العقبي، 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 والثاني لمصلحة اتحاد خنجلة، الهدف الثاني للاتحاد الخنجلي، الكرة في جهة والحارس في جهة، واتحاد خنجلة يوقع ثاني أهداف المباراة في هذا الظرف والوقت الحساس، ويسجل الثاني بواسطة العقب الذي سدد بقوة، الكرة في جهة والحارس في جهة، والنتيجة على 2 لاتحاد خنجلة، هدف واحد لشبيبة القبائل.